كابتن إيهاب شايف إن إيه أبرز الأخطاء الهجومية اللي وقعتنا إنه السكور ينزل بالشكل الرهيب ده وبالسرعة دي ويحرمنا من إنجاز تاريخي؟ التسرع، أنت متسرع جدا، التصويب عندك فيه نوع من أنواع الاستهتار نسبي، ده قوة مع 6 متر، بتضيع كور سهلة ضربات جزاء غير مبررة يعني. هي دي اكتر حاجه خليتك ترجع تاني. الدفاع كان ماشي كويس قوي، الشوط برضه يعني هي مشكله حصلت ان انت بتضيع وما بترجعش، فالجون بيجي عليك سهل وسريع، فعشان كده السكور نزل. خلي بالك مستحيل وصعب، انا وجهه نظري ان انت تعوض 7 اهداف في شوط بالهجوم المنظم، مستحيل. ده رايي الشخصي يعني. انت لو كنت حتى بتضيع وبترجع تدافع والهجمه تقعد دقيقه ودقيقه ونص ودقيقتين، مستحيل الاهلي كان رجع. لكن المشكله ان انت بتضيع الكوره وبتستقبل الجون في اجزاء من الثانيه، وعدم الرجوع ده ياكد على كلامك يا كابتن ايهاب ان اللعيبه استهلكت. ما بالظبط، انا خلاص مش قادر، مش عارف اعمل الارتداد من الهجوم للدفاع. واحد زي بقيمه لوكا ده فين؟ قاعد بره ليه كل ده؟ لازم يبقى لي دور، انا كمدير فني قاعد، انا بحضر ادواري لكل ال 16 لعيب اللي موجودين عندي طبعاً. انا عندي 16 لعيب، وانت بتلعب في النهارده معلش نادي الزمالك، انت مش فرقه في نص الجدول ولا فرقه في اخر الجدول، مع احترامي للفرق كلها، انت نادي الزمالك يعني عندك 16 لعيب كواليتي عاليه، 16 لعيب دولي، لوكا ده لاعب كاس عالم واولمبياد، ما فيش اقل لعيب في نادي الزمالك لاعب كاس عالم شباب. اللي هو ده لسه الصغير اللي عنده 20 سنه. فانت ليه ما بتستغلش السكواد كل اللي عندك؟ طول لازم الوقت كل واحد يبقى ليه دور. حتى الوينجات ما اتغيرتش خالص طول الماتش. اكرم يوسف ما اتغيرش، ماشي، قول الوينجات برده معلوش لود لا في الدفاع ولا في الهجوم، يعني اكرم برده واقف في الدفاع مش اللود القوي، وفي الهجوم برده، لكن انت بتتكلم واحد زي يحيى الدرع استهلك، يحيى الدرع هنج منك في اوقات في الدفاع وفي الهجوم. لانك النهارده مش هيلون المسؤوليه الثقيله، بس برده خلينا ما نقدرش ننكر ولا ننسى ان غياب 2 بقوه حسن قداح وخالد وليد ده ياثر جامد جدا، ياثر علينا دفاعيا كمان قوي هجوميا وكل حاجه. الاثنين قلت لك انت عندك مشكله في الاصابه، الاثنين المصابين عندك هم من 2 بيعملوا الدور الدفاعي والهجومي على اكمل وجه، فدي مشكله، فانت مأثر معاك هنا ومأثر معاك هنا. النهارده لو الاثنين دول موجودين معاك هتلاقي غيار ليحيى الدرع بمنتهى السهوله، غيار لسيف الدرع بمنتهى السهوله، غيار لوسام لمحمد طارق، كل دول كانوا يريحوا وخدوا وقتهم في الراحه والحمل اتوزع على مجموعه لعيبه اكبر. صحيح. ولعيبه مش كانت بتوزع حمل على لعيبه وخلاص، لا انت بتوزع حمل على لعيبه كواليتي بتاعها محترم جدا تعمل معاك الفرق. هو خلي بالك الشوط الثاني من ناحيه الليفت بتاعت نادي الزمالك حطت بالظبط حوالي هدفين جونين، الشوط الاولاني جايبه 11 جون بكار ويحيى الدرع، لكن الشوط الثاني كان يحيى الدرع بس جاب جونين، ويمكن جابهم كمان من النص يعني ما جابش من الباك، بكار ما جابش يمكن جوان خالص الشوط الثاني. فناحيه الليفت عندك ما كانش ماشيه، لان ما فيش كان تكتيك بيتعمل، كان بيعتمد على وخلي بالك برضو ده دور اللعيبه، يعني اللعيبه دي لعيبه دوليه، فانتوا المفروض تحافظوا على الفارق بتاعكم طبعا، ولما تجري فص بريك لازم تاكدوا، ما تروحش اللي انت تضيع او تحط كره بسهوله تضيع، فانت لعيب دولي انت كسبان فرق 4 لازم تحافظ على السكور بتاعك وتكسب المباراه. الغريب ان ده مش عادتهم، يعني الغريب دايما ان لعيبه الزمالك بتعرف تتقل على كورتها قوي وبتعرف تحافظ على السكور، يعني بيتهيألي انا اول مره اشوف مباراه الزمالك ان هو من فرق 7 يبقى هو اللي بيتعادل ويتعادل في الثواني الاخيره، انا عمري ما شفت مباراه شبه كده، يعني كابتن ايهاب كمان حاضر على الفرقه بشكل كبير، انا ما شفتش الزمالك مره اتعرض لموقف كده يعني نادرا يعني، فطبعا النهارده هم في الدي اوف بتاعهم، بس حتى ده دور الجهاز الفني بره، يعني مش عارفه تحفيز، لازم يبقى فيه تحفيز ولازم دايما يبقى فيه تركيز، لازم يبقى فيه عمل جماعي بيتعمل خاصه في الاوقات اللي هي بتبقى تحت الضغط اللي احنا بنتكلم فيها، ان يا جماعه تحت الضغط دوت لازم اللعيب بيبقى فايق، لازم المدرب بيبقى فايق، لازم الحارس المرمى يبقى فايق تحت الضغط، هو ده اللي بيطلع اللعيبه الكويسه، هو ده اللي بيطلع النتيجه الكويسه. فالمفترض
يعني ده يعتبر برضو يعني النتيجه دي تعتبر نتيجه ايجابيه، لان فرق النقط بالظبط لصالح الزمالك، بيدي الفضل للزمالك، فالزمالك هو يعتبر هو الاول والاهلي الثاني. الاثنين كويسين جدا النهارده، يعني انا مجمل المباراه يعتبر كان في لعب ونديه كانت قويه جدا، كان في اداء فني كان عالي، لكن في اخطاء من اللعيبه اللي هي الدوليه ما كانش المفروض يقعوا فيها. صحيح.